من حاجه. طب بس ما تاخرش عليا. هو مش بايد الوقت في المنطقه دي يا انجي. بسيوني جيت بسرعة. بسيوني طارق، انت ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ نفس الشيء اللي مصحى بسيوني. قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ قصدي انت يا انجي. بسيوني لو شافك دلوقتي مش هيحصل. الله، هي وصلت لكده؟ وصلت لكده، وصلت لكده يا طارق. ولو بسيوني شافك معايا دلوقتي هيقتلك. المرة دي بقى هخلي بسيوني يشوف، بس وانت في حضني يا انجي. انت اكيد اتجننت. اتجننت يا بسيوني. بسيوني 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 يا طارق. ما انا خلاص فوقت وانت سبب. تضربيني عشان بسيوني؟ يا بسيوني حبيتها يا باشا. في حاجة جميلة؟ أنا حاسة بيك قوي يا باشا. بص، اسمعها مني وأجري على الله. أنت إنسان من حقك تحب وتعيش شبابك اللي ملقتش فرصة إنك تعيشه قبل كده. حضرتك ظابط وحياتكو دايما ناشفة جامدة، مفيهاش أي فرصة إنك تشم نسمة هوا أو حتى تعيش لحظة حلوة. كل ده من حقك، بس ما تنساش ابدا انك باشا مش تلميذ. أنا الدبيه. يلا يا جماعة، كل الناس تنزل تحت، الأتوبيس هيتفتش. يا فندم مفيش حاجة.
كانش لازم نسلم دماغنا كلنا لواحد فاشل زيك. يا فندم انا شايف كراتين المخدرات بعينيا، ولو معايا سلاح او اذن النيابه كان زماني قابض عليهم متلبسين. بتهم انت ايه؟ الاتجار في الكراتين؟ انت يا الضابط بعدت عن الهدف الرئيسي المهمه وسايب المجرم الحقيقي لانك مش عاوز تتهمه. انت خلاص موازينك اختلت. يا فندم العيال دول اضعف من ان هم يبقوا تجار مخدرات، صدقني. المهمه انتهت يا الضابط. انتهت؟ انا مش لعبه في ايد سعادتك تبدا المهمه وقت ما انت عايز وتنهيها وقت ما انت عايز. انا مصمم اكمل. في ظرف 24 ساعه يكون تقريرك النهائي على مكتبي. انت انكشفت يا الضابط وبقيت كارت محروق. طبعا سيادتك مش متخيل ان انا فاهمك من اول يوم. سيادتك باين قوي الهيبه برضو يا باشا، فضحها. سيادتك احنا جامعه محترمه وماشيين في السليم، اظن حضرتك اتاكدت من ده بنفسك. والله انا بودي اقول لك خليك معانا شويه، بس متهيالي الجو مش هيبقى لذيذ معاك هنا بعد النهارده. احنا زي ما انت شايف اسره مع بعضينا. هو في كده؟ انا عايزك تعرفي حاجه واحده بس، انا عمري ما كذبت عليكي، صدقيني. كل حاجه حسيتها معاكي كانت بجد. ليه انا يا بسيوني؟ ليه؟ حرام عليك، انا اتغيرت عشانك. كنت سبتني، انا كنت مرتاحه كده. ليه اديتني كل حاجه وفي لحظه خدت كل حاجه؟ ليه؟ كفايه بقى، كفايه. Thank you.
انجي. انا كنت متاكد ان انت هتصدقيني. بس يوني انا جيت عشان اقول لك بلاش تخسر كل حاجه، بلاش تخسر شغلك كمان. انجي انا عمري ما هخسرك، انا اصلا كنت عايز احكي. اصلا اصلا قولي لك مسامحاني. مش وقته، احنا جايين عشان حاجه تانية خالص. الجماعه اللي دي في المخزن بتاع الجامعه مطمنين على اخر، فاكرين ان الجو رق لهم، مجهزين شحنه مخدرات كبيره جدا وناويين يوزعوها للنادي على جميع نوادي مصر. اي حد هيتحرك هطير له دماغه. يلا كلنا زي حلوين كده نرفع ايدينا فوق. ارفع انا مش قلت لك احنا هنا اسره في بعضينا؟ ليه يا بسيوني؟ هتسرع لبيتك. اسره مع بعضينا دي اسره واطيه كده يا بسيوني. بسيوني من غير ما تقول لي حازم. حازم بسيوني. بسيوني ايه اللي جابك يا حبيبك يا بسيوني باشا؟ حاول تعمل حاجه صح. المفروض كنت تخش معاهم الامتحانات السنه دي. معلش انا باص السنه دي، لكن اوعدك هخش السنه الجايه. أنا كنت عارف إنك قد المهمة، بس كان لازم أعنفك عشان ما تكسلش. بسيوني تكبش